يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الرقية على المريض بواسطة المسجل بحيث يكون في الشريط رجل يرقي؟ لا يا أخي، لا يا أخي، الرقية مباشرة، الرقية مباشرة، يقرأ وينفث على المريض من ريقه، ينفث من ريقه، هذه الرقية. أما التوسع والتهور في الرقية حيث أنه بشريط ولا بالتلفون، يقرأ عليه بالتلفون ولا يقرأ بالخزان، خزان الماء، ولا يقرأ بوايتات، ولا يقول القارورة المركزة ب100 ريال والقارورة اللي ما هي مركزة ب50 ريال، هذا كله من الكذب ومن الدجل ومن استنزاف أموال الناس، وهذا خروج بالرقية الشرعية إلى الأطماع واستنزاف أموال الناس. نعم.